في مدينة وجدة. سي خالد، أعلم أنك كنت في قطر وتابعت مباريات المنتخب المغربي هناك، يعني في ملعب البيت، أيضا في الملعب الثاني أو الملعب الثمامة، الملعب الذي أجرى فيه المنتخب المغربي مباراته الثانية مع بلجيكا والمباراة الثالثة أيضا مع منتخب كندا. أجواء كانت خرافية هناك، اليوم بهذا الفوز كيف تعتقد أن تكون الأجواء هناك؟ سعد الله، أنا كان تخيل بأن الأجواء تكون هستيرية، لأن هذا الإنجاز هذا غادي يتحسب للمنتخب المغربي. بصراحة حطم واحد الحاجز نفسي، هذا هو المهم في هذا الشيء كامل، وهذا الحاجز النفسي أنا نظن بأن ابتداء من اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا المنتخب المغربي، خصوصا اللاعبين، لأن عندهم إمكانيات تقنية معتبرة. مع كامل الأسف كيف ما تحدثنا سابقا، سي وليد ما كانش عنده وقت باش يبني الخطة ديالو على أحسن. إن شاء الله بإذن الله يكون عنده وقت إن شاء الله بعد المونديال باش إن شاء الله نشوفوا واحد المنتخب بواحد صورة أحسن إن شاء الله.